نشاهد الآن فيلما تسجيليا من إعداد إدارة الشؤون المعنوية بعنوان طريق النصر. القوات المسلحة المصرية، السياج المنيع الذي يحفظ للأمة أمنها وسلامتها في حربها وسلمها، تجابه التحديات وتواجه الأزمات بعزم رجال صدقوا العطاء وتحملوا المسؤولية في لحظات مفصلية. ومن أهم صروح وقلاع القوات المسلحة المصرية الجيش الثالث الميداني، جيش الإيمان والصمود والتحدي. تاريخ طويل من البطولات والإنجازات وعلامات مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية سطرها رجال الجيش الثالث الميداني منذ إنشائه في 7 من ديسمبر عام 1967، حيث شارك الجيش الثالث الميداني في بناء المنظومة الدفاعية عن جبهة قناة السويس ليكبد العدو خسائر كبيرة أثناء حرب الاستنزاف. وعندما دقت ساعة الصفر للحرب في 6 من أكتوبر عام 73، ووسط هتاف قلوب متعطشة للنصر، شق نسور الجو السماء بطائراتهم ودكوا حصون العدو ودمروا مراكز قيادته، وبدأت المدفعية المصرية في تنفيذ أكبر تمهيد نيراني منذ الحرب العالمية الثانية لتأمين عبور القوات. بني التمهيد النيراني في زمن قدره 53 دقيقة، ودي لتأمين عبور القوات المهاجمة للاستيلاء على الساتر الترابي. وعبرت القوات المصرية قناة السويس وحطمت خط بارليف المنيع وأقامت رؤوس كباري لعبور القوات والمعدات ليثبتوا أن إرادة المصريين قادرة على تحطيم المعجزات. وقدم رجال الجيش الثالث الميداني في تلك الملحمة الخالدة العديد والعديد من البطولات المجيدة، كما قدموا الكثير من الشهداء الأبرار الذين كانوا سبباً في تحقيق النصر. صباح يوم 7 كان لينا في الشرق حوالي 35,000 مقاتل، وفي الوقت نفسه حوالي 240 دبابة. دارت معارك كثيرة وكبيرة، منها الساتر الترابي الشرقي قمنا بتطهيره، ثم الاستيلاء على النقط القوية وحصار الأجزاء الباقية منها، ودمرنا للعدو مركز قيادة الفرقة 252، وقتل في هذه المعركة إبراهام مندل. إنه الجيش الثالث الميداني، جيش العزة والنصر، الذي كبد إسرائيل خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، ودافع ببسالة عن مدينة السويس ومنع العدو من دخولها. لواء بدوي، تبلغت إليك الأوامر الصادرة بالصمود، دعا العدو أن السويس احتلت. هل احتلت السويس؟ لم يتمكن العدو من احتلال السويس ودمر جميع دباباته التي حاولت دخول السويس، وتمسكنا بالسويس وظلت صامدة ولم ينل منها العدو أبدا. وقد أقر قادة إسرائيل أنفسهم على هول المعارك التي خاضوها في نطاق الجيش الثالث، وأقروا بهزيمتهم الساحقة فيها. يطلعنا من فاب الشاش بالدوقيه بلخيمة إلى يسوياتي مشني جدودين لفنين وجدود أحد مأخور ניסה להעיר, היו כמה מוקדי אש, ירו עלינו, אבל לא יודע מה רציני. ליד המסגד, ברחוב הראשי, נפתחה אש תופת. אחרי 2 דקות אני מסתכל אחורנית, אני רואה את המסויות בוערות, ומבטים יורים אש לכוח שלי. טנקים נפגעו כ-200 טנקים, זאת אומרת, נשארנו עם שליש מכוח הטנקים בסיני. זאת מכה קשה לפי כל קנה מידה.
محطات مفصلية في تاريخ الجيش الثالث الميداني، بدءا من معارك حرب الاستنزاف وصولا لحرب أكتوبر المجيدة، حافظ فيها الجيش الثالث الميداني على كرامة وكبر الأمة. الجيش الثالث اللي قيل عنه انه محافظ، الجيش الثالث الذي حمى السويد، الجيش الثالث الذي صمد وضرب أروع أمثلة البطولة والفداء والصمود، له تقديري وتقديركم جميعا تعبيرا عن تقدير الوطن كله. وعلى طريق النصر صار الجيش الثالث الميداني، فجاء الدور الكبير للفرقة الرابعة المدرعة، أحد أهم تشكيلات الجيش الثالث الميداني والقوة الضاربة لسلاح المدرعات، عبر العديد من الملاحم البطولية والتي كان لها دور كبير في حرب تحرير الكويت عام 1990. وما بين ماض مجيد وحاضر فريد تمضي قواتنا المسلحة على طريق النصر، وتشهد طفرات تسليحية غير مسبوقة في كافة المجالات والتخصصات مع تنوع مصادر التسليح. قدرات جديدة تضاف إلى قواتنا المسلحة بامتلاك أحدث الأسلحة البرية. والبحرية. والجوية. والدفاع الجوي. والتي تعبر عن رؤية القيادة السياسية لسبل مواجهة التحديات المتنامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. ولم يتوانى الجيش الثالث الميداني عن تحقيق نقلة نوعية في التسليح والتدريب ورفع الكفاءة القتالية للمحافظة على أعلى درجات الاستعداد القتالي. تشهد اليوم الفرقة الرابعة المدرعة، أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني، طفرة تسليحية واستعدادا قتاليا يليق بمكانتها التاريخية وقدرتها القتالية. قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الدعم الكامل وكافة الإمكانيات اللازمة للوصول لأعلى درجات الاستعداد القتالي، لتكون الفرقة قادرة على تنفيذ كافة المهام المكلفة بها، ليثبتوا دائما أن الجيش الثالث الميداني هو السيف والدرع والحامي لحدود مصر الشرقية. أنا قلت الكلام ده وبكرره، محدش يقدر يعتدي على مصر بشكل مباشر. ليه؟ لأسباب كتير جدا جدا، منها أن لديها جيش هو الأقوى في المنطقة دي، جيش وطني شريف صلب، وصلابته نبعة من شرفه. مسيرة وطنية خالدة سطر فيها أبناء القوات المسلحة أروع الملاحم في البطولة والفداء ضد أي اعتداء خارجي، بالقوة والرباط، بالعقيدة والثبات، بالتضحية والفداء على طريق النصر.